بتعمل ازاي؟ احنا السيرفيس بتاعتنا بتنقسم لكذا ستيج. The first stage is ان احنا نقعد معاكم ونعمل معاكم كونسلنج. كونسلنج دي بتبقى على حسب حاجات كتيرة جدا. المكان الوحيد اللي فيه الليفنج اكسبنسز عالي قوي هو اوكلاند. اوكي؟ طيب برضه عدد سنين البكالوريوس هي 3 سنين. زي ما قلت لكم هي افورد من الليفنج اكسبنسز فعلا المكان الوحيد اللي من والدكم او والدتكم، لكن مش ده الرقم الحقيقي اللي بتصرفوه. ارقام الجامعه هي الرينجز الحقيقيه. زي ما قلت لكم في استراليا احنا بنبتدي نعمل ليتر اون ويعمل مثلا ماسترز ويعمل بي اتش دي والحاجات دي، فبيبقى محتاج كورس 4 سنين. اوكي؟ انا هقدر ان انا اعمل فيزا، انا قصدي بعد الفاينل اكسبتنس بعد الدرجات بتاعت اخر السنه بتطلع والفاينل اكسبتنس بيجي بنبتدي نقدر ان احنا نعمل فيزا خالص.